بيبدأ فيلمنا بالطفل ده وبيرن جرس الكنيسة، فوالده بيكون كاهن الكنيسة واسمه بادرة، وبيسأله انت بترن الجرس ليه؟ فقال له علشان استدعي البطل زورو عشان لو حصل اي مشكلة، وبيكون سكان المدينة عاملين انتخابات علشان يكونوا ولاية تابعة لأمريكا. بعدها بادري بيقابل الطفل ده وبيكون اسمه خواكين، وهو ابن صديقه أليخاندرو، وبيكون خواكين هربان من المدرسة علشان يشوف زورو، فبادري بيزعقله وبيطلب منه يرجع المدرسة. بعد كده بادري بيسلم صندوق التصويت للحارس علشان يوديه للحاكم رايلي، لكن بيجي عليهم الراجل ده وبيكون اسمه ماكفينس، وبيكون مجرم ورجالته بتحوط المكان كله، وبيكون عايز صندوق الانتخابات، لكن بادري بيرفض، فطلع مسدسه علشان يقتل بادري، لكن زورو بيوصل وبيضربه بالطاقية فوقع المسدس منه، وخواكين ضربه بالنبلة، فماكفينس خد الصندوق وجري بالعربية بتاعته، وزورو جري وراه، فماكفينس بيدمر أسواق المدينة، وزورو بيقطع عليه الطريق وبيقف قدامه وبينام تحت العربية وبيعلق في العربية حبل، فالحبل بيكون مربوط في بكرة فبتشد العربية ويوقعها، وزورو خد الصندوق وجري، فرجالة ماكفينس جري وراه وطلعوا على كوبري خشب وحط الصندوق في سلة متعلقة وضرب الحراس وقطع الحبل اللي رابط الخشب وطلع الحبل بتاعه وتعلق بيه ووقع الخشب في النهر بالحراس وخد الصندوق، لكن ماكفينس هجم عليه وضربه وفضلوا يضربوا في بعض، وماكفينس خلع القناع من على وش زورو، فزورو ضربه ووقعه على الصبار، وبيكون الاثنين دول متابعين زورو من البدايه وبيكونوا جواسيس امريكان واسمهم بايك وهاركون، وبيكونوا شافوا وش زورو وعرفوا حقيقته، فزورو بيرجع يغطي وشه وبياخد الصندوق وبيرجع بيه للحاكم رايلي، والحاكم بيعلن ان المدينه هتكون ولايه تابعه لامريكا بعد 3 شهور، والناس بتحتفل بزورو وان المدينه هتصبح ولايه امريكيه. بعد كده زورو بيرجع وبنعرف ان هو اسمه أليخاندرو، وبتكون دي زوجته إيلينا، وبتفرح بخبر الولايه وبتطلب من أليخاندرو يروحوا اسبانيا يقضوا اجازه هناك، لكن أليخاندرو رفض وقال لها ان كاليفورنيا كمان 3 شهور هتكون ولايه وهيحصل مشاكل كتير فلازم اكون موجود، فإيلينا بتتضايق وبتكون عايزه زورو يبطل يحارب الاعداء علشان ابنهم خواكين، وخايفه اعدائه تعرف حقيقته فيقتلوه، فقالت له لو خرجت من البيت بلبس زورو تاني ما ترجعش البيت، وبيكون خواكين لسه راجع اوضته وكان بيتفرج على زورو وبيكون معجب جدا بيه، فأليخاندرو بيدخل عليه الاوضه وبيلاقيه نايم فبيسيب البيت وبيمشي. بعد كده إيلينا بتوصل خواكين على المدرسه، بعدها إيلينا بتمشي في الشارع وبايك وهاركون ماشيين وراها، فبتجري منهم تستخبى وبيجروا وراها، فبتطلع من وراهم وبتضربهم، فواحد منهم طلع مسدسه وهددها بيه وبيسالها عن حقيقه جوزها، وقالوا لها انهم عارفين ان جوزها هو زورو ومعاهم قناع أليخاندرو. بعد كده المحامي بيروح لأليخاندرو وبيديله ورقه، وبتكون إيلينا رفعت عليه قضيه وطلقته، وبيكون عدى 3 شهور وأليخاندرو بيسكر وبيشرب ومش مهتم باي حاجه بتحصل، ده حتى ما بقاش يساعد الناس، فبدري بيقول له ان هو في الثلاث شهور قعد يرن الجرس علشان ينقذ الناس لكن انت ما كنتش بتيجي، فطلب منه يخرج نفسه من الحاله اللي هو فيها وقال له ان في حفله النهارده وطلب منه يروح معاه. بعد كده أليخاندرو وبدري بيروحوا الحفله، وبتكون تبع الراجل ده واسمه ارماند وبيكون من فرنسا، وبيبداوا يتعرفوا على بعض. بعدها ارماند اتكلم عن الولايه الجديده وان هو هيبذل جهده علشان يساعدهم فيها، وبيعرف الناس اللي في الحفله بصديقته وبتكون إيلينا، فأليخاندرو اول ما شافها اتعصب وراح لارماند وقال له ان هي كانت زوجته من فتره، وبيكون الاثنين الجواسيس واقفين قدام إيلينا، واول ما شافتهم خدت ارماند وراحوا سلموا على الملك رايلي. يكون مع ارماند الجنرال بوجال، وإيلينا سالته هو جه كاليفورنيا ليه، قال لها لان كاليفورنيا بعد فتره هتكون ولايه وممكن يحصل فيها حرب اهليه علشان كده جه يساعد الحكومه. بعدها ارماند وإيلينا بيرقصوا مع بعض، فأليخاندرو بيكون متضايق وبيبوظ الحفله، فإيلينا طلبت منه يمشي من الحفله لكن مرضيش فضربته بالقلم، وبتكون إيلينا اتضايقت من اللي عملته، وأليخاندرو بيروح يسهر في الغابه لكن بيحصل انفجار غريب في الغابه وبيعمل حفره كبيره. بعد كده إيلينا وارماند بيكونوا ماشيين في السوق، فإيلينا بتشوف أليخاندرو ماشي وراها فبتطلب من ارماند يروح يشتري لها شويه حاجات، وهي بتروح لأليخاندرو تزعق له علشان ماشي وراها، لكن ارماند بيجي عليهم وهم واقفين، فأليخاندرو قال له ان هو شاف انفجار في الغابه قريب من القصر بتاعك فجيت اطمن عليكم، وبيكون ارماند متضايق من أليخاندرو فعرض عليه ان هم يلعبوا كره مضرب مع بعض، وفعلا راحوا يلعبوا، فأليخاندرو ركب حصانه وضرب ارماند ووقعه، فإيلينا راحت لأليخاندرو قالت له لو خسرت المباراه دي ما تظهرش قدامها تاني، وأليخاندرو وافق، بس إيلينا فكت حزام الحصان، فأليخاندرو بيجري ناحيه ارماند فوقع من الحصان وخسر المباراه، فراح لإيلينا وقال لها ان في سبب خلاها تعمل كده وهو عارف ان هي مش بتحب ارماند وسابها ومشي. بعدها بدري بعت له وقال له ان هو عارف ان ماكفينس بيجمع رجالته، فأليخاندرو راح لبس لبس زورو وخد حصانه وخرج، وفي الوقت ده خواكين منتظر والده يجيله لكن بدري اللي راح ياخده، فخواكين اتضايق. بعد كده بنروح لماكفينس وبيكون وصل عند بيت جيرمو ومسك زوجته بلانكا وهددها ان هو هيقتلها، فجيرمو دخل جاب العقد بتاع الارض وادهوله، فماكفينس طلع مسدسه علشان يقتله لكن زورو جه من ورا وحط سيفه على رقبته وخلاهم رموا سلاحهم، وده
دخل بلانكا وجوزها البيت، فجيرمو مسك بندقيته وبنرجع لزورو وبيزق ماكفينس وبيجري، والحراس ضربت عليه نار، لكن ماكفينس خدهم وراحوا ناحيه بيت جيرمو، فجيرمو ضرب عليهم نار وفضلوا يضربوا نار على بعض، وزورو رجع وبارزهم. فجيرمو نزل مراته وابنه من السرداب تحت البيت، ومراته خرجت من ورا البيت وجري دخلت بيت تاني، فرجاله ماكفينس جري وراها فحطت ابنها في وسط القش واستخبت. فالطفل بيعيط، فواحد من الحراس بيسمعه فجاي يشيله، فبلانكا جابت سيخ حديد مولع نار ودخلته في ظهره، فالحارس وقع العيل على القش المولع وبيتلم عليها رجاله ماكفينس، لكن زورو بيدخل وبيلحقها هي والطفل من بين القش المولع وبيضرب الحراس. وبيكون في الوقت ده جيرمو رجع البيت علشان يشوف مراته بس ما لقاهاش، فماكفينس بيجي من وراه وبيقتله. وبيكون زورو خد بلانكا والطفل وخرجوا من الولع، وبلانكا لقت جوزها مقتول فقعدت تعيط، وماكفينس هرب. فأليخاندرو راح الكنيسة وبيكون متعصب جدا لأنه فشل إن هو يحمي عيلته، وحتى فشل في إنه يحمي الناس من المجرمين، وبيقرر إن هو هيخلص المدينة من الأشرار كلهم، وبعد كده مش هيلبس قناع زورو تاني. فبنروح لإلينا وبتكون بتكتب رسالة وبتربطها في حمامة وبتطيرها، والحمامة بتروح عند بايك وهاركون الجواسيس الأمريكان، وبتقول لهم إن هي رايحة عند قصر أراماند، وبنعرف إن هم جندوها علشان تجيب لهم معلومات عن أراماند مقابل إن هم ما يعرفوش الناس مين هو زورو الحقيقي، وعملت كده علشان تنقذ أليخاندرو وخواكيني ابنها. بعدها إلينا بتروح القصر عند أراماند، لكن الحارس بيخرج من أوضة بيقول لأراماند إن الشحنة قربت توصل وبيديله ورقة، وبتكون إلينا سمعاهم وسألت أراماند عن الأوضة اللي خرج منها الحارس، قالها إن هي مكان مقدس للعبادة وبيقعدوا يتعشوا، لكن إلينا بتطلب تدخل الحمام وبتقوم علشان تروح الحمام، لكن بتدخل الأوضة اللي خرج منها الخادم. وبيكون في الوقت ده زورو وصل عند القصر وبيدخل عن طريق الدفاية، وبيروح المكتب وبيلاقي باب سحري وراه خريطة فيها سكة حديد وصل لحد قصر أراماند. الخدمة بتروح لأرماند وبتقوله إن في حد عايز يقابله، بيكون ماكفينس، وبياخده وبيدخله المكتب اللي فيه زورو وهو بيستخبى في الدفاية، وماكفينس بيدي أرماند عقد بيت جيرمو، وأرماند قال لماكفينس إن الشحنة لازم توصل في ميعادها وبيبدأ يولع الدفاية، فماكفينس هدده علشان ياخد الفلوس اللي وعده بيها، لكن أرماند مسك الخنجر وكان هيقتله بيه، وقاله لو اتكلمت معايا بالطريقة دي تاني أنا هقتلك، وبيخرجوا من الأوضة وزورو بيطلع من الدفاية، وبيكون في الوقت ده إلينا لسه في الأوضة، ولقت آلة كاتبة وورقة مكتوب عليها اسم أوريس أنوم، لكن الخادم بيفتح عليها الباب الأوضة، فإلينا بتستخبى في البلكونة، يكون زورو موجود قصادها، فبيتنقل لنفس البلكونة وبيتقابله، فبتطلب منه يمشي من القصر، فقالها إن أراماند قتل جيرمو وخد عقد الأرض علشان يمشي عليها سكة حديد لحد القصر، وأراماند بينده على إلينا، فزورو بيستخبى في سقف البلكونة، وأراماند بيدخل البلكونة وبيطلب من إلينا الجواز، فقالت له إن هي لازم تمشي علشان ابنها خواكين، وبيدخلوا من البلكونة، وزورو بينزل من البلكونة على حصانه وبيمشي، بعد كده بيروح لخواكين، وبيكون مع المدرس بتاعه في المكان كان اللي الحاكم عامل فيه حفلة بمناسبة الولاية الجديدة، لكن بيجي عليهم ماكفينس وبيشرب من البير اللي جنبهم وبيرش المدرس بالمية، فخواكين اتشعلق في العربية بتاعت ماكفينس وهي ماشية، ووصل عند الكهف اللي فيه البضاعة بتاعت أراماند، وخواكين بيطلع يستخبى في الجبل، لكن وقع حجرة وهو بيطلع، فالحراس شافته ومسكته ورموه على الصناديق، وبيكون في الصناديق دي صابون، فخواكين بيحدفهم بيه وبياخد واحدة وبيجري، لكن خواكين اتزحلق ورجله شبكت في الحبل وهيقع من فوق الجبل، لكن زورو وصل وأنقذه قبل ما يقع، فزورو ضرب الحراس ورماهم بالصناديق من فوق الجبل، ومسك صندوق لقى عليه اسم أوريس أنوم، وخد خواكين وراحوا عند البحيرة، فخواكين بيكون كتفه مجروح وسأله هو أنت ليه ما روحتش المدرسة؟ فقاله إن هو شاف ماكفينس وشكك إن هو بيعمل حاجة غلط، فتشعلقت في العربية بتاعته ووصلت عند الكهف، فطلع له الصابونة اللي أخدها من هناك، فقاله ما تعملش كده تاني علشان والدك ما يقلقش عليك، فخواكين قاله إن والده مش مهتم بيه، وبيكون أليخاندرو متضايق إن ابنه قال كده، لكن بيكون غصب عنه وحضنه وقاله إن والدك هو اللي هيجي ينقذك المرة الجاية. بعد كده أليخاندرو بيروح لبدر وبيدوروا على اسم أوريس أنوم، ولقوا في كتاب رسم تعبان كبير، وعرفوا ان الاسم عبارة عن واحد عمل جمعية سرية بعد الحملات الصليبية، ومكتوب في الكتاب ان في نبوءة بتقول ان في قوة هتظهر في الغرب هتدمر كل دول العالم، وبيكونوا قصدهم على امريكا، وبيعرفوا ان أراماند فارس من أراجون. بعد كده أراماند بيقابل إلينا وقال لها ان هو عنده اجتماع مهم وهيتأخر فيه، فقالت له ان هي موافقة على الجواز وهتنتظره في القصر لحد لما يخلص الاجتماع، وبيكون خواكين سمعهم وبيتضايق ان امه هتتجوز أراماند. بعدها بيكون أليخاندرو ماشي في الشارع، فبايك قابله وحقنه بحقنة منوم من الخاتم اللي في ايده، فبيغمى عليه وبياخده يحبسه في اوضه داخل حانه، وأليخاندرو بيفوق وقالوا له ان هم عملاء من وزاره الدفاع الامريكيه، وان هم هنا علشان امريكا في خطر، وان احنا استخدمنا زوجتك إلينا علشان تساعدنا، وده كان السبب ان إلينا طلقتك عشان تكون جنب أراماند، وب
كده نعرف كل حاجه عنه. وقالوا له ان ارماند كان بعت رساله لمساعديه في اوروبا وبيقول فيها ان هو بيصنع سلاح جديد، فهم حطوا الينا جنبه علشان يعرفوا نوع السلاح، وقالوا له ان هم عارفين حقيقته وعارفين ان انت زورو، والينا قبل تشتغل معانا علشان هددناها ان احنا هنعرف اعدائك بهويتك الحقيقيه. فاليخاندرو بيتعصب وبيضربهم. بعد كده الينا بتكتب رساله لبايك وبتبعتها عن طريق الحمام، وبعدها بتروح القصر بيكون ارماند لسه في الاجتماع، وبيكون خادم ارماند مراقبها. فضل ماشي ورا الحمامه لطيارتها وعرف كل حاجه، وبيكون خواكين في الوقت ده راح للحانه بيشوف والده، وبيلاقي والده محبوس في الاوضه، فقال له ان والدته هتتجوز ارماند وطلب منه يخرج يلحقها، وبيتفق ان هو يخرجه من السجن. فبيروح يضرب الحراس بالنبله، لكن الحارس بيجري ورا خواكين فطلع استخبى وكعب للحارس وخد منه المفتاح وفتح الزنزانه. فاليخاندرو خرج وضرب الحراس. بعدها بيروح لبدري وبيطلب منه يخلي خواكين معاه، وقال لخواكين ان هو هيروح يحل الموضوع بشكل ودي وانه مش بيفضل القتالات. لكن خواكين بيتضايق وبيكون عايز والده ينتقم من ارماند. وبيكون في الوقت ده الينا راحت عند مصنع الصابون اللي فيه الاجتماع، لكن الحراس بتشوفها وبيهجموا عليها علشان يموتوها، لكن زورو بيلحقها قبل ما يموتوها وبيضرب الحراس، وقال لها ان هو عرف بموضوع الجواسيس، فقالت له لو كنت بطلت هجوم على المجرمين ما كانش كل ده حصل. وبيتفقوا ان هم يخلصوا على ارماند ويعيشوا حياه طبيعيه، وبيدخلوا يسمعوا ارماند وهو بيتكلم عن سلاحه الجديد، وهو عباره عن استخلاص الجليسرين من ماده الصابون ونحولها لماده اقوى من البارود 30 مره، وان هو عايز يضرب امريكا عن طريق حرب اهليه، وقال لهم ان هو هيبعت شحنته لامريكا عن طريق القطر بقياده الجنرال بوجال، لكن واحد منهم بيعترض، فارماند رمى عليه انبوبه فيها ماده كيميائيه وفجره. وفي الوقت ده بيكون ماكفينس راح الكنيسه لبدري وساله مين هو زورو الحقيقي، فخواكين خرج وهو موجود، فبدري قال له ان هو ما يعرفش مين زورو وضربه بالشمعه في وشه وحاول يهرب خواكين، لكن ماكفينس ضربه بالنار موته وخد خواكين. وبنرجع لارماند وبيكون خلص الاجتماع، وزورو والينا بيستخبوا في الات المصنع، وارماند بيفرج شركائه على المصنع، لكن الخادم بتاعه بيروح له المصنع وطلب منه يرجع القصر علشان في موضوع مهم، فزورو بيكون سامعه وراح لالينا وطلب منها ان هي ترجع القصر قبل ارماند، وقال لها ان هو هيعطل القطر اللي هينقل القنابل، وبيخرج يحط قنبله تحت القطر وبيشد فتيل علشان يولعها. وإلينا بتكون وصلت قبل ارماند وبيقعدوا يتعشوا، بيكون حاطط قدامها الحمامه اللي هي طيارتها وبيكون كشفها، فبتقوم تجري بس الخادم بيمسكها، وبنعرف ان هو قتل الجواسيس. وماك فينس بيرجع بخواكين على القصر، فارماند بياخدهم وبيرجعوا المصنع، وزورو بيشوف خواكين وإلينا مع ارماند فعرف ان هو كشفها، فرجع علشان يطفي القنبله، فخواكين شافه فنده عليه، لكن الحراس ضربت عليه نار، لكن طفى القنبله والحراس مسكته، وماكفينس قلعوا القناع، والكل اتفاجئ ان هو اليخاندرو، فارماند امر بقتله، لكن الينا طلبت منه ما يقتلوش قدام ابنه، فوافق، وطلب من ماكفينس ان هو يقتله بعد ما يمشوا، وخد خواكين والينا معاه ومشي بالقطر، وماكفينس خد زورو ودخلوا المصنع وقال له ان هو قتل صديقه بدري، فزورو زق ماكفينس وضربه، فماكفينس طلع مسدسه علشان يقتل زورو، فبيجي من وراه بدري وبيضربه، وبنعرف هنا ان هو ما ماتش، فزورو بيضرب الحراس، ومسك ماكفينس ضربه ورماه على الآلة بتاعت الصابون، والآلة مسكت في هدومه ووقعت فوقيه نقطة من مادة كيميائية فانفجرت فيه ومات. وزورو فرح ان بدري عايش وبيطلب منه يروح يبلغ مارشال المدينة. بعد كده زورو بيجري ورا القطر، فالحراس بتشوفه وبيرموا عليه خشب، فزورو مسك خشبة ورماها عليه وقعهم على الدراع اللي بيزود سرعة القطر، فزورو حاول يلحق القطر فطلع فوق الجبل بالحصان، لكن ارماند شافه فضرب عليه رصاص، وبيكون زورو هيقع من فوق الجبل، فنط من فوق القطر وقع الحراس، لكن القطر بيدخل النفق والنفق ضيق، فزورو كسر عربية القطر من فوق ونزل في القطر، وبيرجع يطلع فوق القطر وبيدخل العربيه اللي فيها ارماند، وكان الخادم ماسك الينا، فخواكين بيضربه وجري هو والينا، والخادم بيجري وراه، وزورو وارماند بيتبرزوا بالسيف، والينا بتوصل لاخر العربيه وبتركب خواكين فيها وفكت العربيه من القطر، وبيكون في العربيه دي الحصان، وبيكون في الوقت ده زورو وارماند طلعوا فوق القطر وبيتبرزوا، وبنرجع لالينا وبتستخبى ورا الباب وبتضرب الخادم بالكرسي وبتكسر انبوبه الغاز وبتحرق وشه، وبيكون الجنرال بوجال واقف منتظر القطر، فالينا بتضرب الخادم وبتحط ازازه من اللي فيها متفجرات في ظهر الخادم وبترميه على الجنرال وبتنفجر فيهم، فعجله من العربيه بتطير في دراع السكه الحديد فبتغير اتجاه القطر، وبيكون خواكين رجع ورا القطر بالحصان وشايف القطر رايح ناحيه احتفال الملك رايلي، والناس اللي في الحفله شافت القطر وجريت، لكن خواكين جاب شاكوش وحاول يغير اتجاه القطر بس ما عرفش، فالحصان مسك الدراع وغير اتجاه القطر وبينقذ الناس، وبيكون سكه القطر مش كامله وقدامها جبل، فزورو بيشوف الجبل فبيربط ارباند في وش القطر وبيمسك الحبل بيمسك الحبل بتاعه وبيعلقه على عمود حديد وبينطوا من على القطر، والقطر بينفجر وارماند بيموت. بعدها الملك عمل احتفال وكرم فيه زورو، وبيكون خواكين فرحان ان والده هو زورو. بعد كده اليخاندرو بيقول لابنه ان هو ما كانش معرفه ان هو زورو علشان يحميه، وبيعملوا مراسم جواز من جديد، وإلينا بتوافق ان اليخاندرو يفضل زورو زي ما هو ورضيت تتجوزه من تاني، وبيخلص فيلمنا على كده.